كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد فلوج جديد روتين جديد احداث جديده في القناه. اليوم الصباح يلاه جينا هنا للدار الجديده صافي. المهم قلنا بسم الله. شوفوا سيليا فرحات جات تخسات تمايا كيف ما هزيت سيليا من الفراش جبتها معايا هنايا. غنختار لها البيجامه ديالها اللي غتلبس، غنختار ليها البانطوفه ديالها اللي غتلبس، وشوفوا هي كتختار وغنبدل ليها. ومن بعد عاد نبداو لا روتين ديالنا. غنمشي نقلب لها على المشيطه. المهم الدنيا باقا كلها مرونه كيف ما كتشوفوا. الزيت ديال جونسون اللي غادي تدهن به شعرها، المهم داكشي كله اللي غتحتاج غنوجدو ليها ونبدل ليها ونمشط ليها وتاكل عاد باش غنجلس انا ديك الساعه نلبس ونقاد حالتي عاد نوض نبدا لكم لا روتين. ماشي نقاد حالتي بداك المعنى، ولكن راه غنبقى هكاك صفريطه بحال اللي كتشوفوني دائما. غنبدل غير بيجامتي وغنقول بسم الله في لاغوتين. علاش؟ لان هذا اخر نهار لينا في الدار الاخرى، الوغ خاصني نقي كلشي. درتي التوسيم ميام ميام، برافو سيليا. يلا بورتي لي شوسيغ باش نمشي. واي واي يلا يلا سير سيري جيبي لي شوسيغ، سير اجري اجري. يلا بورتي اسي توا اسي اسي توا اسي. يلا لبسي لي شوسيغ ديالك باش نمشي. باي باي انا وياك. لبسي لي شوسيغ يلا بورت. لبسي راسك نشوف، لبسي راسك نشوف. يلا برافو سيليا بورتي لي شوسيغ. يلا برافو انكور. زيد 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 يلا لبسي زيد زيد يا رجلت زيد الزينات زيد الزينات. سمتو سم الزينات سمتو من رجلت 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 رجلت. يلا زيد دخلي رجلك دخلي رجلك زيدي دغيا يا حبيبي. يلا ميغسي مامو بلاتي حطي. يلا زيد رجليك زيد. يلا زيد 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 احنا قربنا. برافو. جينا من السوق هنايا درت لسيليا شويه د الكاكي وتفاحه، وهنايا درت لها خبيز فيه النوتيلا، وغادي ندير لها كاس د الحليب بالشكلاط وصافي هذا هو فطورها. يلا سيري خواك تخصنك سيس فين تجلسي. اجي اجي فاتا شوم. يلا دوسمون 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 دوسمون. نو سيري لهيه سيري لهيه. شوف ولا تيتي هنا انا وسيليا من المارشي شرينا الشفاف. اختي شرينا هاد الشفاف هذا. هاد الشفاف عرفتي شنو راه شنقول لكم؟ كان عندي في 2016 تقريبا في 2016 ديك الساعه تزوجنا انا وعادي في 2015 و2016 سكننا بوحديتنا. اول جفاف شريته للدار كان بحال هكا، كان خو هذا ولد مو باه. ومؤخرا شفت سناء شراته وانا نقول خاصني حتى انا واحد بحالو حيت مع الجير فليكس خاصني نديرو هو. دابا غنخدم به الدار كامله انطلاقا من غدا ان شاء الله. غنشري واحد الجفاف اخر اللي غيكون خاص ديال الجير فليكس صافي، وهذا غيبقى ديال الارضيه كامله حتى يسهل الله انني ندوز جير فليكس للدار كامله صافي. ويبقى عندي غير واحد انت سناء شريتو. سناء انا مشيت شريتو زوين صراحه براتيك دوزت به انا باش ان شاء الله غيجيبوا لي الدراري ديال رحيل بيت النعاس. خصو يتحط على مقا، خص داكشي اللي غادي يدار تحت بيت النعاس يكون موجود. خاصني الكراتن كنحاول نقص عليا الكراتن ما امكن
ديال الكوزينه كنجمع كل شيء في بلايصه واحده حيتاش عندي المهنات باقيين جداد وعندي مهنات اللي غنستعملهم. خاصني مثلا البلاصه اللي غتحطوا فيها شي حاجه اللي غيجي من الدار بحال البلاصه اللي غتحط فيها ان شاء الله سالامونجي ولا اي حاجه بحال هكا خاصها تكون نقيقيه. المهم خاص داكشي يجي على نقا حيت بقات ليا تما غير الكوزينه غير الناموسيه والسالامونجي والكونجيلاتور هادو هما اللي بقاو في الدار ليه. وان شاء الله غادي نمشيو نودعوا ديك الدار كاملين غنديكم معايا نديروا فيديو نودعوا ديك الدويره. وشنو غنقول لكم دوزنا فيها صراحه وقيت زوين دوزنا فيها الضحك النشاط الحفلات المناسبات دوزنا فيها المناسبات مع الحباب والصحاب اللي ما بقاوش دوزنا فيها المناسبات مع الحباب اللي باقيين الحمد لله اللي شنو غنقول لكم اللي غنرحلو غنتوحشو بزاف ديال بزاف ديال الذكريات تمايا. واخا هي راه شنو نقول لكم حتى هذه دارنا حتى هذه يعني غادي نستقروا فيها ان شاء الله ولكن كيبقى واحد الحنين لديك البلاصه سورتو ان تما سيليا اول مره صورنا سيليا اول مره فاش تزادت سيليا تما اول مره قالت ماما اول مره قالت بابا اول مره تمشات اول مره كانت كتحبو اول مره كلشي اول دوش اول حاجه لسيليا اي حاجه ديالها اول مره خمجات الدنيا كلشي دوزاتو في هذيك الدار. السبوع ديال سيليا بيان سور اللي ما غنساوهش واخا كان مناسبه بسيطه بالنسبه للكورونا وديكشي ولكن عمرنا ما غنساو حيت كانت اول فرحه لينا. وشنو نقول لكم بزاف 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 ديال الحاجات كنا كنجلسو كنديرو حفيله من والو من لا شيء دوزنا شي حاجه زوين بزاف هذيك الدويره. المهم ما نهربوش على الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله على الروتين كيف ما قلت لكم غادي نديرو واحد الروتين تحفيزي واحد الروتين صباحي ديالي انا وبنتي بالماكله بكل شيء الروتين الصباحي ديالنا كيف ما كيدوز هاد الايامات هادي اللي كنجيو فيها لهاد الدار الجديده من الصباح حتى ل 12 ديال الليل عاد كنمشيو بحالنا تما كنوصلوا مع ديك الوحده عاد باش كنعسوا نرتاحوا وفي الصباح عاوتاني كنعاودوا نرجعوا ليها. خليكم مع لا فيديو ونهاركم مبارك حبيبي.
اول حاجه خصني نجمع الدراوينه كاملين يبقاو لي غير الكراتون حيت كنقص عليا الكرو الكراتون وتما غنجمع هذيك الكرتونه ديال لاكو والحاشاك مليحه صافي. وهنايا غنقاد الجلسه اللي كانت مقاده هنا، كانت مقاده واحد الجلسه زوينه خسرات، وغنشطب نكمل الشطيبه حتى الكوزينه والبالكون وعاد ندوز التشفيفه ونسالي. ودعيوا معايا ان شاء الله تيسر الامور كامله وتكمل بخير. هذا مكان
غنمشي نكمل لا روتين ديالي، غنجمع بعدا هاد الروينه هادي اللي حدايا نرميها حاجاكم ونقي هنايا حتى هو، باش غادي نمشي نشوف راسي حتى انا شويه، نحط واحد شويه ديال الوقت راسي قبل ما يجي راجلي من الخدمه. باش نصايب الصباغه التفرين، حيت كيف ما كتشوفوا نحيت التفرين الاخرين اللي كندير ديال لوجيل، ما كنصبغش وتفريني كيتهرسوا ليا بحكم انه عندي نقص في الفيتامين دي. دابا باش ندير غير هاد الصباغه هادي، باش راكم عارفين مع التخمال دابا ومع الروينه والصابون وجافيل وسانيكروا، خصني على الاقل ندير الصباغه باش يبقاو شادين شويه، حيت كيتهرسوا حتى كيوصلوا لهنايا تيكيهبطوا على اللحم بزاف وكيضروني تفريني بزاف. غندير هاد الصباغه هادي وصافي، غنوض ندير لكم المونتاج. بزقولتي ما بغاتش تنعس من قبيله وانا كنحاول معها، حيت مازال ما جاتش الناموسيه ديالها، دابا كتبرد ما بغاش تنعس، قالت لك لا ناموسيتها هي اللي مولفه كتنعس فيها، دابا ما بغاتش فرشت ليها قالت لك لا. سمعوا تصدر فلادينيكي، بغات هي فلادينيكي تفرج فيهم، ما بغات والو. ايوا المهم هادشي اللي كاين، وغنقاد حالتي شويه. شعري ما كنصوبوش هاد الايامات، كندير ليه واحد الزيوت، قلت نغتنم الفرصه انني غير كنخرج متقدمه ما كنمشيش زعما نتسارى ولا شي حاجه. غنقدر نصايبو اليوم ولا غدا، نقدر نصايبو غدا باش هكايا زعما نخرج، حيت الجمعه ما كايناش خدمه والسبت والحد راكم عارفين ضروري غنخرجوا انا وعادل. وهادشي وهي صافي ساليت الفيرني، دابا غادي نوض نمشي نشوف شنو خاصني ندير ونبدل بيجامتي ونقاد حالتي وغنمشي ندير لكم مونتاج لهاد لا فيديو باش نحط لكم ان شاء الله اليوم وصافي. فيرني تفرين غير ندير لك يلا امنا بالله وندير رسول الله. قولي سيل فو بلي، قولي سيل تو بلي، قولي سيل تو بلي ماما، سيل تو تي كتقولي سيل تو تي ماما. قالي وعدي وسعدي يلا ما تحركيش، واخا يلا 10 دغيا وصلتي 10 تبارك الله، عندو 10 يلا ما تحركيش ما تحركيش. سيليا ما تحركيش ضحكي يلا بلاتي انا واو واو يلا سرحي يدك سرحي يدك واو ما تحركيش ماما سيلي سرحي يديك سرحي يديك ماما سرحي يديك يلا ما تحركيش انت باغا تصبغي وباغا تشوف ولا يلا يلا هبطي واو
وجهك كله شوكولات. ليه شوكولا؟ مونتخ موا لو فيزاج. كله شوكولا. شوكولا. انت خسرتيه. لا اله الا الله، واش تي خسرتيه؟ ما تقيسيش ما تقيسيش. انت يلا ما تقيسيش، خليتي انت ديري اف ديري اف. سيري ديري شو كنوف. اجي مامو. نو 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 غتخسريهم. ديري اف ديري اف. احبابي بالنسبه للفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش ملي لايك ديالكم، راه ما كنتخلصش على لي لايك فحال اللي كنقول لكم ديما. ما تنساونيش ملي كومونتير ديالكم، واذا كنتو جداد على القناه واول مره كتشوفوني اولا كتشوفوا القناه ديالنا، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وديروا الكل وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للقناه. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه، ما عرفتش شنو غتكون حيتاش دابا مع الاصلاحات مع بزاف ديال الروين كل مره غادي نشارك معكم حاجه من الاصلاحات. وان شاء الله الويكاند ضروري غادي يكون فيديو عائلي هكايا معنا حنا كعائله. وتهلاو لي فراسكم، نهاركم مبروك حبايبي، بوسه كبيره ليكم، باي.